المباراة 90 دقيقة، المسلسل 60 دقيقة، الفيلم 130 دقيقة، الصلاة 5 دقائق، وجهنم مدى الحياة والجنة مدى الحياة. للعقول الراقية تأملوها، في الواتساب 300 صديق، في الهاتف 80 صديق، وفي المنطقة 50 صديق، في الشدة واحد، في جنازتك أهلك، في القبر وحدك. لا تستغرب، فهذه هي الحياة حقيقة، لا ينفعك إلا صلاتك. إذا وجدت غبارا على مصحفك فابكي على نفسك، فمن ترك قراءة القرآن 3 أيام من غير عذر سمي هاجرا. ولكن امتثال لقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. عالم غريب، جنازة وجنازة، وفاة بعد وفاة، وأخبار الموت كالسوائق، فلان مات بحادث سيارة، وآخر مات بمرض، وآخر كان يمشي وسقط، كلهم تركوا الدنيا وراء ظهورهم ودفناهم تحت التراب. فحتما سيأتي يومي ويومك، فجهز العدة لسفر ليس له رجوع. يا من تؤخر التوبة بحجة أنك صغير، عفوا، في المقابر ليس مكتوب عليه للكبار فقط. الدنيا 3 أيام، الأمس عشناه ولن يعود، اليوم نعيشه ولن يدوم، والغد لا ندري أين سنكون. فصافح وسامح وصدق، فأنا وأنت وهم راحلون. كلام يستحق الاستماع. للشوارع زحمة، الأسواق زحمة، البنوك زحمة، الجامعات زحمة، المقاهي زحمة، المطاعم زحمة، الملاعب زحمة، المساجد لا يوجد بها أحد. أخي الكريم، أختي الكريمة، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إذا استمعت إلى هذه الرسالة كسبت ثوابها، وإن عممت وانتفع الآخر بما فيها تضاعف الأجر إن شاء الله.